وللحديث باستفاضة عن الجفاف في العراق وتأثيره على المياه الجوفية مع تقارير التي تؤكد جفاف بحيرات مثل بحيرة ساوة بمحافظة المثنى، معنا من ستوكهولم الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المختص في شؤون المياه. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا أخي. دكتور، ماذا تعني هذه المقاطع المصورة التي عرضت قبل قليل والواردة من بحيرة ساوة في مدينة السماوة؟ ما خطورة ما يجري في العراق على مستوى المياه؟ هذه بالحقيقة تعكس حراجة الموقف اللي المائي اللي وصل إلى الوطن مع الأسف. مو بس بحيرة ساوة، الأهوار نفس الشيء. قبل فترة قصيرة بعض الأصدقاء بعثوا لي صور لبحيرة الحبانية أيضا جافة. هذه كلها تعكس حراجة الموقف المائي، وإحنا تحدثنا عن هذا الشيء عديد من المرات على قناتكم الكريمة. هذا الموضوع وحراجة الموقف، وقلنا أنه إذا نشوف يعني العراق على خلينا نقول درجة الإجهاد المائي 3.7، وهذا كلش خطر. وقلنا أنه إذا ما تتخذ إجراءات فعلية راح يرتفع إلى 4.8 خلال 15 سنة السنة القادمة، يعني معناها يصبح صحراء قاحلة، وهذا شيء خطير جدا يؤثر على مستقبل الوطن والمواطن مع الأسف. نعم، طيب ما الذي كان يمنع من اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ بحيرة عمرها آلاف السنين ومعروفة وشهيرة؟ يعني كيف تقيمون السياسات المائية في العراق، خصوصا أنه كانت هناك تحذيرات مستمرة من جفاف البحيرة؟ أخي العزيز، خلي ندرس واقع الموارد المائية من 2003 إلى الآن. نعم. وزارة الموارد المائية، أولاً الوزراء اللي سلموها معظمهم عدا آخر اثنين، الوزير الحالي أستاذ عون ذياب واللي قبل الأستاذ مهدي رشيد الحمداني، هم الوحيدين المشتغلين في مجال المياه. اللي قبلهم ما عندهم أي خبرة، فلذلك كانت هناك تراكمات كبيرة من الأخطاء، واهتمام الوزراء السابقين كان يعني بالنسبة للمياه شيء ثانوي جدا، المصالح الشخصية كانت أهم شيء بالنسبة لهم. فهذه الوزارة استلمت أخطاء كبيرة لعقد من السنين، وإحنا نبهنا على هذه الأمور في كثير من الأحيان والمؤتمرات، ولكن مع الأسف ما من مجيب. وإلى أن وصلنا إلى هذه النقطة الحرجة اللي تحتاج إلى جهود فعلية، وإحنا ما نلوم الوزارة نفسها حاليا، مو تحابي لشخص معين، لكن نتكلم من الناحية الفنية والفعلية. الوزارة واحدة ما تقدر تسوي شيء، المفروض أنه الحكومة ككل تأخذ هذا الأمر بجدية. الجدية شون؟ أولا تفاوض مع دول الجوار هو مو شغلة وزارة الموارد المائية، هاي شغلة الحكومة ككل كمجلس وزراء، والمفروض هذا الملف تستلمه الخارجية، لأن هذا واحد من واجباتها المهمة. هاي أولا. اثنين، الحكومة لازم تخصص ميزانية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تنقذ البلد من هذا الموقف المائي الخطر. هذا الشيء ما موجود إلى الآن، ولا استراتيجية تتعامل مع الظروف الموجودة حاليا والمتوقعة مستقبليا ما موجودة أيضا. طيب. وهذا شيء غير صحيح. هنا دكتور حضرتك تقول أن هناك أخطاء من قبل الوزراء الذين استلموا وزارة الموارد المائية، ولكن السؤال هنا، هل هي أخطاء سوء تقدير أم خطط غير مدروسة، أم كانت هناك سياسة تملى على وزارة الموارد المائية وغيرها من أجل أن يصل العراق إلى هذا الواقع؟ يمكن الاثنين. أولا أنت يعني أني أستغرب من كتلة سياسية معينة بغض النظر عن منه هذه الكتلة، من تجيب شخص
من داخل هذه الكتلة تسمى وزارة موارد مائية، هاي وزارة مختصة يعني مثل وزارة الصحة. إذا تسلم وزارة الصحة إلى واحد مثلا إداري، شو راح يقدر يسوي بيها؟ نفس الشيء وزارة الموارد المائية، إذا ما مهندس مشتغل في مجال الموارد المائية طبعا أنت تتوقع أخطاء كبيرة جدا راح ترتكب، ويمكن هذا الشيء يجوز في بعض الأحيان مقصود حتى يمررون بعض المشاريع ويستفادون منها أشخاص معينين. هذا اللي حصل مع الأسف طيب لحد دكتور، الآن. نعم، اليوم هل ترى أن وزارات البيئة، الموارد المائية، وكذلك وزارة الزراعة، هل هن قادرات على بالإمكانات المالية الموجودة على تنفيذ وطرح مشاريع ممكن أن تقلل من تداعيات الجفاف وانحسار البحيرات بهذا الشكل؟ طبعا على الميزانية الموجودة حاليا، يعني مثلا إذا ننظر إلى الميزانية السابقة ومن صار عندهم فائض مثلا بوقتها، لاحظ التخصيصات لهذه الوزارات كان أقل ما يمكن من تخصيص، وهذا شيء يعني عين الخطأ مع الأسف. فلذلك هذه الوزارات إذا ما عندها أولا، قبل أن نقول نتكلم عن الميزانية، المفروض أكو استراتيجية، هي مو بس أخذ فلوس. زين، أنا نطيتها مثلا 2 مليار دولار لهاي الوزارات، زين شو تسوي بيه؟ غير المفروض أكو استراتيجية علمية مبنية على أساس فني علمي يتعامل مع الواقع نعم والتوقعات المستقبلية حتى تبدي تنفذها. أما هي مو المسألة بس تطيها فلوس، المفروض أكو عقل يشتغل وأكو إرادة فعلية لإنقاذ الوطن من هذه الأزمة. طيب، هل هو تعمد أم إهمال من قبل الحكومة لموضوع التغير المناخي والفساد؟ وإذا كان هكذا، لماذا لا يكون هناك تدخل أممي؟ لأن الموضوع لم يعد محلي بالنسبة للعراق، بل هو يمتد آثاره إلى المنطقة. بالنسبة للوضع الداخلي، خلينا نقول جزء منه متعمد يمكن. ليش متعمد؟ لأنه قسم من المسؤولين مستفادين من هذا الوضع. كيف تكون الاستفادة؟ احنا إذا نستورد مليارات الدولارات من المواد الغذائية من الخارج، نعم فهذول طبعا دا ياخذون عليها كوميشن، نعم يستفادون يعني أرقام خيالية بالحقيقة الاستفادة. هاي واحد. اثنين، جزء آخر من المسؤولين أصلا ما مستوعبين خطورة الموقف إطلاقا، وأنا سبق أن تكلمت أيضا بهذا الموضوع. في عدد من المسؤولين في الدولة تكلمت معهم حول هذا الموضوع، الأجوبة والنقاش تدل على عدم إدراكهم لأهمية الموضوع بشكل كبير جدا. نعم اثنين، الوزراء خلينا نكون واقعيين أيضا، يعني احنا من نتكلم عن وزير معين، لا تتصور أنه هذا الوزير يقدر يسوي كل شيء بوزارته نعم إطلاقا، ماكو هيك شيء. ويعني حتى أنت كوزير المفروض تجيب الناس اللي تعتمد عليهم واللي تثق بيهم. هذا دكتور، عفوا، بموازاة هذا السؤال، يعني ألا ترى أنه أمريكا التي احتلت العراق، وحضرتك تقولت من 2003 ولغاية الآن مستوى المياه بانحدار بالعراق، ألا ترى أنه المسؤولية تقع على الاحتلال الأمريكي فيما وصل إليه واقع الماء في العراق بالتحديد؟ نعم، الاحتلال الأمريكي يعني الأشياء اللي قام بها مع الأسف هي أخطاء كبيرة جدا قام بها. أولا حل هيكل الدولة، اثنين الجيش اتفكك، القانون ما مطبق إطلاقا. فلذلك هذه كلها الأخطاء اللي ارتكبها الجانب الأمريكي. وبعدين الجانب الأمريكي يعني في قصص عديدة نعرفها أشاع الفساد مع الأسف بشكل نعم أو بآخر، نعم وهذا هذه كلها ترى النتائج اللي وصلنا لها الآن هي أخطاء الاحتلال مع الأسف. من ستوكهولم الدكتور نظير عباس الأنصاري، الأكاديمي المختص بشؤون المياه، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.